فين ايه معاكم صورة صبح فيديو النهاردة ازاي اعمل تنت زي ده في دقيقة واحدة وباتنين مكون بس. يلا بينا نبدأ الفيديو بسرعة. طيب ايه المكونات اللي احنا هنستخدمها؟ هنستخدم مية الورد تتباع في اي سوبر ماركت، وهستخدم نص معلقة بس من دم الغزال. دم الغزال ده انت بتجيبيه من العطار، تمام؟ هي نص معلقه كفايه قوي علشان بيدي لون جامد. هنحط نص معلقه وهنحط عليه ميه ورد. هنحط مثلا نسبه ميه ورد، مثلا هنشوف كده كام غطا، مثلا غطيين او ثلاثه. نحط ثلاثه، تمام؟ ثلاث غطيان. وهنبدا نقلب كده. هو باين ادى لون جامد اهو، بقى لونه احمر خالص. هو ده التنت. بس مية الورد اصلا مفيدة للبشرة، ودم الغزال ده مش مضر خالص. فانا كده عملتها بحاجة صحية وفي نفس الوقت مش مكلفة نهائي، علشان انا عارفة ان التنت اللي بيتباع تمنه غالي. ماشي اهو انا بعمله وبحطه على بشرتي، بيبقى بيخليها لونها وردي وجميل. هجربها لكم اهو كده. بص بقى ايه، نمسح كده يعني، نحط كمية بسيطة جدا. شفتوا ده ايه؟ ما بيتمسحش اصلا، يعني هو ثابت جامد. بصوا مش بيتمسح ازاي، وفي نفس الوقت هو ما اداش لون احمر، هو ادى لون زي بينك كده. انت تحطي نقطة بس على بشرتك وتدعكي، ما تحطيش اكتر من نقطة علشان ايه، هتحسي ان انت ماشية اقراجوز. مش حط نقطة واحدة بس، تمام؟ انا قلت اوريها لكم اهي، شايفين اهي، تمام؟ انا كده عملته، بحطه في ازازه زي دي. هتقول الازازه دي جبتيها منين؟ بتحطي في ازازه مونوكير مثلا، بتحط عليها فيها اسيتون وصابون وتجيب وتغسليها فهتبقى نظيفه. او بيبقى في قطارات كده بتتباع عند مثلا بتوع البرفانات، تسالوا يعني فين. هي دي كانت ايه، كانت عندي يعني استولي عليها من اخويا. اخويا كان عنده منها، رحت انا خدت واحده منه وحطيت منها ايه الاسيتون التنت ده، تمام؟ انا كده خلصت الفيديو بتاعي وعملته في دقيقه، اقل من دقيقه. ده دقيقه عشان انا برجع معاكم. يا رب تكون عاجبك الفيديو وجربيها وهتستفادي منها. بتحطي نقطه بس على وشك، نقطه واحده بس، تمام؟ وانا كده اكون خلصت الفيديو بتاعي، وتابعوني الفيديو الجاي، ويلا باي باي.